يبا، نعم يبا، عاد اسألك سؤال. ايه تفضل. شلون قطر سوتي؟ ايه قطر صارت شي نتيجة اجيال من الانجازات. ما فهمت. شو رايك ناخذ جولة ونشوف؟ وين؟ بنروح رحلة الى الماضي. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. إن 18 من ديسمبر هو اليوم الذي تتذكر فيه دولة قطر كيف نجحت في تحقيق وحدتها الوطنية وكيف أصبحت دولة متميزة. في هذا اليوم يتم التعبير عن مشاعر الحب والامتنان لشعب قطر العظيم الذي شارك في التضامن وأقسم على الولاء والطاعة
لقائده الشيخ جاسم بن محمد الثاني. يمثل العيد الوطني لقطر فرصة للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ثمنا غاليا لتحقيق وحدة أمتهم والاحتفاء بذكراهم. ويهدف هذا الاحتفال إلى التعريف بتراث قطر. دم عزك يا قطر. حقيقة اليوم هو العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، ويعني اليوم هو نقدر نقول عيد الخليج كله وليس قطر لوحدها. اليوم نتكلم عن العلاقة الكويتية القطرية، ويعني ايش كثر صار لها في الزمان القديم. حقيقة الصباح والخليفة والجلهمة عاشوا في قطر تقريبا ما يعادل 30 سنة، وبعدها هاجروا إلى الدول اللي هما الكويت والبحرين وخلافها. العلاقة القطرية الكويتية ما هي جديدة، العلاقة القطرية الكويتية قديمة، وإذا نرجع في التاريخ فهذه العلاقة يعني كانت من زمان. طبعا قطر منذ بدايتها في عام 1971 كدولة مستقلة وأخذت استقلالها إلى انضمامها في جامعة الدول العربية وبعد ذلك إلى الأمم المتحدة، كانت لها مسار واضح وخط صريح يتوافق مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك كانت تتوافق في كثير من الأمور في المنطقة وتسعى إلى تهدئة الأمور كثيرا في المنطقة. في البداية بتكلم على العلاقات القطرية الكويتية التاريخية. طبعا لا يخفى على الجميع أن أسر الكويت، كثير من أسر الكويت هاجرت من قطر في مسيرتها، من هجرتها من نجد وثم جاءت إلى الكويت. ومنذ ذاك الوقت كانت العلاقات الأسرية القطرية من أسر دولة قطر الشقيقة وأسر دولة الكويت اللي متواجدة اليوم علاقة أخوية، علاقة تاريخية، سواء على الجانب الاجتماعي أو على الجانب السياسي أو كذلك على الجانب الاقتصادي من خلال تجار المنطقتين. وكذلك يعني العلاقات الكويتية القطرية لا تحتكر فقط بين الكويت وقطر، بل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتوافق كون دول مجلس التعاون الخليجي دولة واحدة وكيان واحد بشعب واحد. إذا رجعنا للعهد التاريخي لدولة قطر قبل تأسيسها في منتصف القرن 19 من قبل المؤسس الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، نرى هناك تلاحم بين دولة قطر والإمارات المتصالحة والإمارات العربية المتحدة التي يطلق عليها اليوم، وكانت كيان واحد بتأسيس واحد وككيان الدولة الواحدة. وكانت هذه الإمارات تحكمها مشيخات عشائرية وإلى آخره، حتى جاء الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في منتصف القرن 19 وأسس دولة قطر الحديثة، ويعتبر هو المؤسس الأساسي لدولة قطر إلى هذا اليوم. طبعا الحديث عن العلاقات الأخوية بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة تحتاج منا إلى حلقات قد تصل إلى أشهر إن لم تكن إلى سنوات، لما لها من علاقة قوية ومتينة وتاريخية، وتربطنا بهم علاقة دم وصلة رحم. وقد تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر الشقيقة، وقد صدر مرسوم رقم 255 لسنة 2002 بالموافق على إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر الشقيقة. وأيضا صدر مرسوم أميري رقم 13 لسنة 2003 بشأن التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين حكومة الكويت وحكومة قطر الشقيقة. وأيضا صدر مرسوم رقم 38 لسنة 2005 بشأن التعاون الكويتي والقطري لإقامة المؤتمرات والمعارض بين البلدين. وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقيات بلغ عددها ما يقارب 24 اتفاقية، منها اتفاقية التعاون
الفني والثقافي والتعاون الصناعي والتعاون في مجال النقل الجوي والتعاون في مجال التعليم العلمي، وأيضا هناك تعاون في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين. اليوم الوطني لدولة قطر يعتبر يوما لتكريم الأبطال الذين ساهموا في بناء هذه الدولة، ومن أبرز المبادئ والأسس التي ساهمت في تطور هذه الدولة ونجاحها هي الصدق والعدالة والصداقة والإخاء، الكرم، الولاء، المسؤولية والتضحية. فقد جسد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس هذه الدولة كل هذه الفضائل، إذ أنه تميز بشجاعة لا مثيل لها وقدرة فائقة على القيادة، وبذات العزيمة والحيوية وإرادة التحدي والإصرار ووتيرة الإنجاز المبارك تمضي قطر الأمن والأمان والاستقرار بقيادة سمو الأمير المفدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، مستلهما حنكة وحكمة المؤسس الأمير الوالد وهدي ومنهج رؤية وطنية طموحة دشنها سموه حفظه الله ورعاه شخصيا، لتكون نقطة الانطلاق وخريطة العمل لدولة متطورة متقدمة ومتحضرة يسودها الرخاء والنماء المستدام وتكافؤ الفرص، دولة المؤسسات والعدالة وسيادة القانون. إن دولة قطر بفضل الله وتوفيقه قد أصبحت خلال عقدين من الزمن من أفضل الدول في معدلات النمو، ليس فقط لما حباها الله به من ثروات، وإنما أيضا بسبب استغلال وتوظيف تلك الثروات توظيفا سليما بفكر ثاقب ورؤية مستقبلية واضحة لبناء مستقبل واعد أساسه الإنسان والتنمية. لقد اهتمت دولة قطر ببناء الإنسان لأنه عماد المستقبل، فالدول لا تبنى إلا بأبنائها من خلال عقل يدير وفكر يدبر ورؤية مستنيرة تستوعب التطلعات، ولذلك كان التعليم في أولويات اهتمامات الدولة، سواء التعليم العام بمختلف مراحله ومؤسساته أو الاهتمام بالأسرة وبنائها على أسس سليمة وقويمة تربويا وأخلاقيا. وتم تتويج ذلك بالاهتمام بالتعليم العالي وتجويد الأداء وتنمية القدرات وتحسين المخرجات وافتتاح فروع لأفضل الجامعات بالعالم التي أصبحت تقدم نتاجا طيبا له إسهاماته المقدرة في دفع عجلة التقدم، بالإضافة لكونها أصبحت تستقطب الدارسين في مختلف دول مجلس التعاون والوطن العربي والعالم أجمع. فقطر دولة للأمانة الآن تنافس دول العالم في مطاراتها وفي ملاعبها وفي مستشفياتها وفي خبراتها، وأفضل شيء عملته قطر للأمانة وبدعم كبير من الشيخة موزة الله يحفظها إن شاء الله يطول عمرها، هو عمل الجامعات العالمية اللي يو كلهم قطر ومن مختلف العالم. حقيقة هذه نقلة نوعية للخليج وليس قطر. الآن الطلبة بدل ما كانوا يروحون أمريكا وفرنسا والدول المتقدمة يروحون حق قطر يدرسون فيها، دولة غريبة وشقيقة، فإحنا دائما كنا المحظوظين في تطور أي دولة خليجية.
وبالنسبة لاتفاقيات التجارة والاستثمار فقد بلغ الميزان التجاري بين البلدين وتجاوز حاجز $1 مليار، وأما بخصوص الاستثمار فقد تجاوز حاجز $7 مليار بين البلدين، وكان ذلك في يناير 2016. وعلى صعيد التعاون العسكري فهناك 100 طالب ومتدرب عسكري في كلتا البلدين، وهذا العدد في تزايد إن شاء الله مستقبلا، لأن كل الجانبين يسعى لإنشاء منظومة عسكرية متطورة. وبالنسبة للاستثمار هناك مستثمرون قطريون في الكويت ومثلهم في دولة قطر، والأسواق القطرية مشرعة أمام المستثمرين الكويتيين، ونفس الشيء في دولة الكويت فهناك شركات كويتية في قطر وأيضا شركات قطرية في الكويت. بالنسبة لمواجهة التحديات بين الكويت وقطر هناك جهود حثيثة لتنويع مصادر الدخل القومي في ضمن نزول أسعار النفط، وإن شاء الله أننا قادرين لتجاوز هذه التحديات. منذ ذلك العهد إلى هذا اليوم تطورت قطر بشكل لافت وكبير، لا سيما في الآونة الأخيرة، يعني إذا قسناها في عدة اعتبارات من عام 1800 وشيء تقريبا في المنتصف إلى 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 هذه اللحظة نجد طفرة كبيرة في دولة قطر. منذ أن استلم الشيخ قاسم محمد آل ثاني حاول في البداية تعزيز تلاحم الأسر والعشائر والقبائل في شبه الجزيرة القطرية، حتى بعد ذلك تم تعيينه من قبل الدولة العثمانية كقائم مقام لقطر، وبعد ذلك جاء يعني خلفوا أبناءه وأبناء أبناءه وسعوا إلى تأسيس يعني كيان خاص في دولة قطر، إلى أن نأتي في عام 1971 وبعد استقلال دولة قطر في عام 1971، وكذلك اللي صادف أيضا استقلال دولة البحرين، يعني كان هذا الاستقلال يشكل طفرة كبيرة بقيام دولة أساسية معترف بها دوليا وفي جامعة الدول العربية. سعت قطر مثل ما أكدنا قبل قليل إلى توحيد الصف العربي، لا سيما في القضايا العربية اللي كانت في منتصف القرن العشرين، وأبرز هذه القضايا هي القضية الفلسطينية وكذلك قضية الكيان العربي الواحد، وهذا ما كانت تسعى إليه كافة دول مجلس التعاون الخليجي من ضمنها دولة الكويت. علاقة دولة الكويت بدولة قطر الشقيقة، فهي راسخة الجذور، أصلها ثابت وفرعها في السماء، حيث تطورت بحمد الله وتوفيقه وحرص وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، وشقيقه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهم الله، مما جعلها تبلغ شأنا عظيما من الانسجام والتوافق والاتفاق، يعززها شعور بالمحبة والأخوة والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين. ولعل غاية ما يسعدنا أن نرى البلدين وقد حققا طفرات واسعة في النمو والتطور في ظل قيادتهما الحكيمة، فنجاح دولة قطر ونموها يمثل نجاحا ونماء لدولة الكويت، وسعادة شعب الكويت ورفاهيته تسعد شعب قطر، كما أن أمنهما واستقرارهما أهم مشترك، وذلك ما جعل المواقف والرؤى متطابقة في الشدة والرخاء، فما يمس الكويت يمس قطر، وذلك شعور متبادل. إن ما نجده من تعاون ومحبة صادقة بين دولة الكويت ودولة قطر يساهم في إضفاء روح الأخوة ويساعد على الإنجاز. وحقيقة أنا من الأمور اللي حاب أقولها اليوم، وما بي أكون احتيادي أو أكون مثلا يعني شخص يجي بارك وفقط، لا، أنا حاب أقول وقائع شفتها بعيني وعاصرتها. كنت أنا في كلية سانتيس العسكرية، وكانت يعني مزاملة مع الشيخ سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، حقيقة هذا كان من حسن حظي أني يعني شفت هذا الشخص،
وجلست وياه، وكان أيامها هو رئيس اللجنة الأولمبية في دولة قطر. وللأمانة يعني الشخص لما كنا نسولف وياه طويل العمر كان له رؤية واضحة في الرياضة، وكان دائما يسولف عن الرياضة وتطوير الرياضة وتطوير اللجنة الأولمبية. وللأمانة شفنا العين الثاقبة فيه. مع استلام شيخ تميم بن حمد آل ثاني المسار القطري يسير إلى 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 أبعد مدى بإذن الله تعالى. والشيخ تميم طبعا ارتكز في هذا المسار على والده الشيخ حمد اللي أسس القاعدة الجذرية للكيان القطري من خلال التنمية والتطور. قطر شهدت في عهده تنمية كبيرة وتطور كبير ولافت لكافة دول العالم وليس للدول العربية فحسب. ومن أبرز هذه الأشياء التنمية العمرانية التي أقيمت في دولة قطر، وكذلك استضافاتها لأبرز بطولات العالم الرياضية واللي تشكل يعني هاجس كبير للشباب أو تشكل أهمية كبرى للشباب. ومن أبرز هذه البطولات كأس العالم لكرة اليد، وكذلك استضافة دولة قطر بمشيئة الله إلى كأس العالم 2022 لكرة القدم، واللي راح يشكل يعني هامة كبيرة ليس لقطر فحسب بل لكافة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك للدول العربية، كون قطر أول دولة خليجية عربية تستضيف مثل هذه البطولة المهمة على الصعيد الدولي. اليوم كل بيت خليجي باعتقادي له صلة قرابة يعني في بيت في قطر من خلال المصاهرات الأسرية وكذلك أو الانتماءات الأسرية أو القبلية وغيرها من الأسر. اليوم يعني تجد مثلا بعض الأسر متواجدة في الكويت لها امتدادات في قطر، وهناك أسر في قطر لها امتدادات في الكويت، وهذا شيء يعني شيء لا غبار عليه، كون الكيان الخليجي كيان واحد، كون المؤسسة الخليجية مؤسسة واحدة. يعني حتى سمو الأمير حفظه الله كان دائما ما يؤكد على التلاحم الكويتي القطري وعلى التماسك الكويتي القطري في الفترات الأخيرة، يعني في على كافة الأصعدة دائما ما كان يتحدث سمو الأمير على الوحدة الكويتية القطرية وكذلك على التلاحم الخليجي وعلى الوحدة الخليجية. دائما كنا المحظوظين في تطور أي دولة خليجية، فنرجع ونبارك لدولة قطر حقيقة وسمو الشيخ الله يحفظه تميم بن حمد والشيخ حمد وآل ثاني الكرام والشعب القطري كله، وحقيقة هذه اليوم فرحتنا فرحتين، وإن شاء الله مزيد من الازدهار والتقدم، ويعني نكون دائما نشوف قطر في يعني أحلى حالاتها وعروس، وإن شاء الله نحضر في كأس العالم ونكون داعمين فيها ونفرح في هذا الحدث العالمي اللي حقيقة احنا نفتخر فيه في دول الخليج. نقول عندنا كأس العالم، ما نقول قطر، نقول لا عندنا، لأن احنا دولة الخليج دولة واحدة. فنبارك هذا اليوم، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. ختام حديثي طبعا أود أن أهنئ القيادة القطرية، القيادة الشابة بقيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني القطري، واللي يشكل كذلك يوم وطني لدولة الكويت ويوم وطني لكافة دول مجلس التعاون الخليجي. فمثل ما يردد أو يقال خليجنا واحد وشعبنا واحد، فكل عام وقطر العزيزة بخير وقيادتها بخير وشعبها بخير بإذن الله تعالى.